اختيار نوع دواء الضغط الدم المرتفع، وعلى أي أساس يتم اختياره من الناحية الطبية طبعا، وعشان المرضى تقتنع أنه دواء الضغط ده مش حاجة واحدة أو حاجة قابلة للتداول، أن أنا يعني أخد الدواء اللي بياخده قريبي أو واحدة زوجة تاخد الدواء اللي بياخده زوجها وما إلى ذلك. وأيضا في سؤال تاني عايز أعرف إجابته من حضرتك، هل هناك ضرورة لتغيير أدوية ارتفاع ضغط الدم كل فترة؟ بمعنى إن في ناس كده بتطلع تقول إنه الجسم بيتعود على الدواء فلازم كل فترة نتعود نغير الدواء، مع العلم أن هناك مرضى بنلاقيهم ماشيين على أدوية الضغط دي لسنوات طويلة، فهل ده صح ولا غلط؟ ده سؤال مهم جدا. أولا أنواع الأدوية اللي بتعالج ضغط الدم الحقيقة كتيرة، لكن هما نقدر نقول ان هما 4 مجاميع كبيره، من ضمنها مثلا مدرات البول، من ضمنها مثبطات البيتا، من ضمنها الادويه اللي بتوسع الشرايين، من ضمنها الادويه اللي بتبطئ العمل الانجيوتنسن، ودي ادويه مهمه جدا بتشتغل على الكلى. فاقصد اقول ان الادويه كتيره، ودور الطبيب مش المريض ان هو يختار الدواء المناسب للمريض المناسب. تمام. في مرضى مثلا بتبقى عندهم مشاكل في الكلى فما بتفرزش بول بطريقه طبيعيه، هنا مدرات البول تبقى مفيده، او عنده ضعف في عضله القلب، مدرات البول بتبقى مفيده جدا في الاحوال زي كده. في ناس ضربات القلب سريعه فمثبطات البيتا بتفيدهم لانها بتهدي ضربات القلب وبتقلل مستوى ضغط الدم عندهم. لكن ما ينفعش مثلا لما يبقى المريض ضغط النبض بتاعه مثلا 60 او اقل ان انا اديله مثبطات البيتا. صحيح. وبالتالي كل مريض بيبقى له الخصوصيه بتاعته، حتى في المستقبل كمان ان شاء الله ان ده هتعتمد على الجينز بتاع المريض، بنسميها البيرسوناليزد ميديسن، ان كل مريض الجينات الخاصه جيناته تنفع له دواء واحد تاني ما ينفعلوش. لكن احنا لغايه النهارده بنعتمد لا على الحاله الظاهره بالنسبه وعوامل الخطر والحاله اللي عليها المريض بالظبط. هل الادويه لازم تتغير؟ لا، الحقيقه في مرضى كتيره جدا بيمشوا على الادويه دي سنين، وهي معموله عشان كده لانه ده علاج مزمن ان هو يمشي عليه سنين وسنين وسنين. طالما ضغط الدم مظبوط بالظبط يبقى ما فيش داعي ابدا ان انا اغير الدواء. بنغير الدواء امتى؟ لو الضغط ابتدى يرتفع. أيوة. يبقى الدواء مش جايب نتيجه، يصح يكون المريض وزنه زاد. أيوة. يصح يكون ان ضربات القلب ابتدى يحصل فيها اختلاف عن الاول، كبر في السن. كل الحاجات دي بتخلينا نغير الدواء او نحط معاه دواء تاني. تمام. يعني في ناس بتمشي مع ادويه ضغط اكتر من نوع. تمام. ودلوقتي بقينا كمان بنوصي بالحبايه الواحده اللي فيها دوايين في بعض، اللي هي السنجل بيل كومباينيشن. دي بتبقى اسهل في الاستخدام. في ادويه كمان فيها 3 في بعض، يعني فيها 3 في بعض بالظبط. دي كلنا دلوقتي بنرحب بيها، ودي دلوقتي لانه بيريح المريض، بتخلي المريض يلتزم اكتر. بالظبط كده.